دلوقتي يسيبكم مع تغطية للعثور على نجل ضابط الأمن الوطني السابق بشكل مفاجئ بعد أسبوع من اختطافه أثناء ذهابه إلى مدرسته في منطقة الشيخ زايد. لبسوني كده طاقية طاقية وبعد كده مشينا كده طلعت سلالم وقعدتها في أوضة. بعد كده اليوم اللي بعديه قال لي تعالى اتفرج على التلفزيون شوية, فنزلت اتفرج على التلفزيون وطلعت ونمت تحت. وكان هدفنا الأساسي الأول إن احنا نحافظ على حياة ياسين ونرجعه لأهله, ودي عندنا بالدنيا تحديد المتهمين وضبطهم سواء وقت تحريره أو عقب ذلك مش هتفرق معنا, إنما إن شاء الله بإذن الله في معلومات وبإذن الله ربنا يكرمنا قريب ونظبط باقي المتهمين. الحمد لله, الحمد لله على عودة ياسين, وهو يعني بطل أهو, راجل أهو. وطبعا يعني بشكر كل من اول يعني الناس كلها في وزاره الداخليه, الناس ما حدش قصر, ومصر كلها دعوات الناس ودعوات المصريين كلها هي اللي رجعت الحمد لله ياسين. والحمد لله الحمد لله احنا ضيقنا خناق عليهم ووصلنا للخيوط باذن الله مهمه جدا كانت في الحادثه, كان نتاجها من تضييق الخناق عليهم اللي هم تخلوا على ياسين, وفضل ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله نكمل نضبطهم. عارف ان ياسين هيرجع, وعارف ان ياسين مش هيدافع فيه مليم, لان انا عارف اللي حصل من الجهاز ورد الفعل بتاع جهاز الشرطي والجهاز الشرطه بالكامل كان فوق التوقعات, لان الناس بتتعامل مع هذا الموضوع مش عشان خاطر ممدوح مبروك, لا كانهم ابنهم. بامانه انا بدين لربنا اولا وللجهاز المحترم اللي فعلا انا بتباهى بيه, وان انا بحس بفخر ان عندنا جهاز شرطي على هذا المستوى.